السلام عليكم، معاكم دكتور احمد فتحي. هنبدا ان شاء الله النهارده مع بعض كورس البوتاني والميديسنال بلانتس، النبات والنباتات الطبيه. مبدئيا قبل ما ندخل في الشغل ببارك لكم بمناسبه دخولكم كليه صيدله، وبتمنى انك تكون داخل الكليه عن اقتناع شخصي، مش مجرد انك جبت مجموع معين ما هلكش كليه طب فاضطريت تدخل صيدله. حتى لو كان فعلا ده الواقع، لازم تحب الكليه اللي انت فيها علشان تعرف تمشي كويس وتجيب تقدير كويس. الموضوع هيبقى جميل جدا، هيقابلنا بس مشكله بسيطه. انت مش عارف نظام السؤال في الامتحان، مش عارف حتى الامتحانات هتيجي عامله ازاي، وبعض المصطلحات الانجليزي مش هنقول كلها، في كلام انت عارفه ممكن تكون جديده عليك. مع التكرار ومع التعود هتلاقي الكلمات دي بعد 3 4 حصص بقت متاحه بالنسبه لك وبقت مفهومه ومحفوظه. ايه علاقه الصيدلة؟ أنا راجل صيدلي، أنا علاقتي بالزراعة والزرع والحاجات دي كلها. كلنا عارفين إن في أعشاب طبية مشهورة باستخداماتها العلاجية. يعني مثلا لو حضرتك عندك شوية مغص، واحد بيجي يقول لك اشرب شوية ينسون، اشرب شوية نعناع. طب لو أنت سقعان أقول لك اشرب مثلا شوية، اغلي شوية كركديه واشربه. الحلبة بنديها للست اللي ايه بتخلف علشان تعرف ترضع كويس، بنقول لها اغلي شويه حلبه كده واشربيها عشان يزود كميه اللبن وتعرف ترضع كويس. حاجه زي الجنزبيل بيدفي للناس اللي صوابعها بتزرق في الشتاء، فالجنزبيل بيحسن الدوره الدمويه. في نوع من انواع المكسرات بيحسن برضو الدوره الدمويه اللي رايحه للمخ، يخليك تذاكر كويس وتسهر وتبقى مركز. في نباتات كتيرة جدا لها استخدامات علاجية، فنبتدي ندرس النباتات دي بالتفصيل في علم البوتاني. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا الترم الاولاني عندنا المادة اسمها البوتاني والميديسنال بلانت، الترم الثاني هيبقى اسمها فارماكوجنوزي 1، السنة الجاية يقول لك فارماكوجنوزي 2، هو نفس الموضوع. انت في اول ترم بتاخد شوية مقدمة، شوية تعريفات عن علم النبات، ايه هو النبات وليه اصلا اهتمينا بعلم النبات. بعد كده بندخل على تكوين الخليه النباتيه، ازاي الخليه النباتيه بتتكون، طب هي بتتكون من ايه، طب انواعها ايه. بعد كده ندخل جوه الخليه النباتيه ونشوف الكونتنت، كونتنت يعني المحتويات بتاعه الخليه، بيبقى في مواد معينه، في مواد فعاله ليها استخدامات علاجيه نبتدي نتكلم عليها بالتفصيل. بعد ما بنخلص المقدمه دي كلها، لازم ابقى عارف ازاي النبات ده بيتزرع، امتى بجمعه، ازاي اعمل له عمليه دراينج، انشفه احطه في الشمس ولا احطه في الفرن، طب اجمع النبات الصيف ولا الخريف ولا الشتاء ولا في الربيع، طب استقرينا اللي احنا هنجمع النبات ده في الصيف، طب اجمعه الصبح ولا الظهر ولا بالليل، كل دي حاجات بتفرق. طب هزرع النبات في تربه طينيه ولا رمليه، تربه فيها كالسيوم كتير ولا كالسيوم قليل، طب اعرض النبات للشمس ولا ابعده عن الشمس، اسقيه كتير ولا اعطشه معايا. طيب ازاي اطحن النبات ده، اطحنه ازاي، اخزنه ازاي، كل ده هندرسه الترم الاولاني في البوتاني. بعد ما بنخلص المقدمه الجميله دي بندخل بقى على اجزاء النبات نفصصها واحده واحده. يعني اخر حاجه في الترم الاولاني عندنا في الماده هناخد جزء اسمه الليف، الورق، هناخد كل الورق اللي فيه مواد فعاله وليه استخدامات طبيه. يعني انت عارف منهم مثلا ورقه النعناع دي، ورقه الريحان، الحاجات دي هندرسها في شابتر الليف. ده كده دراسة الترم الأولاني مادة البوتاني. الترم الثاني إن شاء الله لما ربنا يكرمنا وننجح ونجيب تقدير في الترم الأولاني، بنفتح بقى أو بتتفتح معانا الفارماكوجنوزي 1 اللي هي الترم اللي جاي، دي تكملة البوتاني. بنكمل بقى أجزاء النبات، بناخد الفلاور الزهرة، السيد البذرة، بناخد البارك الطبقة الخشبية اللي حوالين النبات زي مثلا سينامون بارك اللي هو قشر القرفة، بناخد الود الخشب اللي موجود جوه الشجر، وكده خلصنا الفارماكوجنوزي 1. بنيجي بقى في سنه ثانيه ناخد الفروت وناخد الروت وناخد الحاجات الثانيه كتير، وبعد كده ندخل على المواد الفعاله نشوف الكيمياء بتاعتها. باختصار الماده دي معاك لحد سنه رابعه، يعني معاك 8 ترمين، يعني لازم يبقى نفسك طويل وتركز معايا في الحصه وحاول تفهم البوتاني. زمايلك الاكبر منهم لما تسالهم، اي حد بيبقى معايا في الكورس بيفهم الماده، مهما كان السؤال صعب ولافف هتعرف تحله في الامتحان وهتفتكر المعلومه. انما مفيش حاجه اسمها افضل احفظ، ما انا بعد الحفظ ايه اللي هيحصل؟ ها
اقفل المذكره مش مجرد ما اقفل المذكره، انا مجرد ما اقلب الورقه انا نسيت كنت بذاكر في ايه الورقه اللي قبلها، صح؟ انما مع الفهم هلاقي الماده جميله جدا وهتمشي معاك بشكل سلس، واي حد عنده مشكله هيبتدي يتواصل معايا على طول. احنا هنشتغل الكورس بتاعنا اونلاين، يعني حوالي مثلا 3 فيديوهات 4، الحصه الخامسه هتكون تجميعه ومراجعه واسئله، هناخدها في السنتر. يعني احنا شغلنا الاساسي اونلاين، بس هننزل السنتر كل 10 ايام او كل اسبوعين نحل شويه اسئله، غير ان في 10 حصص للعملي هنشتغلهم في السنتر. احنا هنشتغل مع بعض منهج النظري ومنهج العملي. ورق الكورس موجود في مكتبه بيرفكت، يعني اسال عن مكتبه في محل لما بتطلع من شارع كليه الطب اسمه بانوراما الجامعه، اسال بس على مكتبه بيرفكت هتلاقيها جنب بانوراما الجامعه، فيها المذكره بتاعت البوتاني اللي حضرتك هتجيبها اول باول علشان نتابع مع بعض الكورس، تمام؟ ان شاء الله انا هفتح لكم فيديوهين على اليوتيوب عشان كل الناس تشوف الشرح، بعد كده اللي عاوز يكمل معانا الكورس ان شاء الله هيحجز برده في مكتبه بيرفكت. بنبدا بقى مع بعض المنهج بتاعنا. اول ورقه في المذكره في شويه ديفينيشنز، شويه تعريفات، وعاوزك ما تقلقش خالص وانت بتذاكر، لان سؤال الامتحان بيجي على الفهم ما بيجيش على حفظ. بمعنى هيجي لك سؤال ساينتفك تيرم، مصطلح علمي، هيجيب لك جمله طويله جدا سطرين ثلاثه ومطلوب منك تحط الاجابه كلمه واحده. هيجي لك سؤال ماتشنج توصيل، هيجي لك ترو اند فولس صح وغلط، هيجي لك ام اس كيو اختصار مالتي تشويس، اختيار من متعدد اختيارات. فعاوز اقول لك انك وانت بتذاكر تخليك واثق في نفسك وما تقلقش. هيقابلنا مشكله شويه في الاول الانجليزي، المصطلحات الجديده هنحفظها ان شاء الله مع التكرار. بامر الله احنا هنشتغل اونلاين، وبعد ما بنخلص مذكرتين او 3 مذكرات هيبقى لينا حصه في السنتر نجمع فيهم نظام الاسئله ونجمع فيهم النقط المهمه. نبدا كده باول تعريف عندنا في اول ورقه، البيولوجي. ايه هو البيولوجي؟ البيولوجي بالعربي معناه علم الاحياء، كلنا خدنا احياء في الثانويه العامه. ايه هي الاحياء؟ من الاسم ده الساينس، العلم اللي هو ديل ويز او كونسيرند ويز، بيهتم بالاستدي بدراسه كل الليفنج اورجانيزمز، كل الكائنات الحيه. يبقى الاحياء او البيولوجي ده عباره عن الساينس، العلم اللي هو ديل ويز او كونسيرند ويز، بيهتم بدراسة بالستدي اوف الليفنج اورجانيزمز، كل الكائنات الحية، وترجم كده معايا كل كلمة انت مش عارفها. طيب ايه هي الكائنات الحية اللي احنا ندرسها في علم البيولوجي او الاحياء؟ النباتات البلانتس، الانيمالز الحيوانات، وكمان الكائنات البدائية او البسيطة، الكائنات الدقيقة اللي احنا ما بنشوفهاش، احنا بنحطها تحت الميكروسكوب علشان حجمها بيكون صغير جدا. فبنلاقي ان علم البيولوجي او علم الاحياء اتقسم لثلاث اقسام، ثلاث فروع، ثلاث علوم. اول واحد هو علم الزولوجي من كلمه زو، زولوجي يعني علم الحيوان، ده الساينس اللي بيهتم بالستدي اوف الانيمالز، دراسه الحيوان زمايلنا في كليه علوم بيدرسوه تحت كتاب وتحت ماده اسمها زولوجي، ماده الحيوان. بنلاقي برضو من ضمن افرع البيولوجي، من ضمن فروع الاحياء، دراسه البلانتس، دراسه النباتات، وده علم بنسميه البوتاني، وده اللي عندنا الترم الاولاني، علم البوتاني، علم النباتات، وبنتخصص في النباتات الطبيه اللي فيها مواد فعاله وليها استخدامات طبيه. يبقى البيولوجي بنلاقي من ضمن الفروع بتاعته علم اسمه الزولوجي، علم الحيوان اللي بيهتم بالستدي اوف الانيمالز، دراسه الحيوانات. بنلاقي في علم البوتاني او علم النبات اللي بيهتم بدراسه البلانتس، النباتات، النباتات المتطوره اللي هي عباره عن ايه؟ ورقه وساق وجذر وثمره وبذره، والحاجات دي كلها بنقول عليها نباتات متطوره، ده هناخده بالتفصيل في ماده البوتاني او فرع البوتاني، ماده النبات. ده كمان من ضمن الكائنات الحيه اللي هي المايكرو اورجانيزمز. يعني ايه كلمه مايكرو اورجانيزمز؟ الكائنات الدقيقه، ده عشان اشوفها اتفقنا بنحطها تحت مايكروسكوب، حجمها صغير قوي، زي الفيروس، زي البكتيريا بالعربي معناها بكتيريا، زي الفانجاي، كلمه فانجاي يعني فطريات، الجي يعني طحالب،
كل الكائنات دي بنقول عليها lower plant organisms. ده عبارة عن ايه؟ كائنات دقيقة او كائنات دنيا او اولية او بسيطة، كائنات بسيطة قوي. بس هما لما جم يصنفوا الكائنات الحية قالك هنعمل مملكتين، مملكة حيوانية ودي فيها الانيمالز، ومملكة نباتية. وخدوا المملكة النباتية قالك في نباتات بدائية بسيطة اللي هي جسمها ما بيطلعش منه ورق أوساق وجذر، زي حاجة زي البكتيريا والفطريات والطحالب، أقول عليها إيه بقى؟ نباتات دنيا أو أولية أو بسيطة أو كائنات دقيقة، أقول عليها lower plant organisms أو micro organisms، يعني دقيقة حجمها صغير. وده اللي هناخده في علم اسمه الميكروبيولوجي. في ماده في علم هناخده ان شاء الله السنه الجايه في سنه ثانيه اسمها ماده الميكروبيولوجي، من كلمه مايكرو، ده اللي بيهتم بدراسه المايكرو اورجانيزمز او اللور بلانت اورجانيزمز، الكائنات اللي هي الايه البسيطه قوي، زي الفيروس والفيروس وزي البكتيريا والفنجاي اللي هي الفطريات والالجي اللي هي الطحالب. ترجم معايا. يبقى البيولوجي ده عباره عن علم الاحياء، يعني ده الساينس اللي هو deal with study of living organisms. وده include بيشمل حاجات كتيرة. البيولوجي بيشمل دراسة الانيمالز الحيوانات في علم اسمه الزولوجي، دراسة البلانتس النباتات وده علم اسمه البوتاني، دراسة الايه الكائنات اللي هي الدقيقة او البسيطة اللي هي الفيروس والبكتيريا اسمها الميكروبيولوجي. طيب اساس شغلنا على البوتاني، علم النبات اهو، ده بقى اللي احنا هنتخصص فيه وده اللي هنتكلم عليه طول الترم، تمام؟ من اول ازاي بنزرع النبات وبنجمعه وبننشفه، شكل الخلية، كل حاجة، المواد الفعالة، ده عبارة عن مادة البوتاني، ماشي؟ بناخد كل حاجة خاصة بالنباتات المتطورة. طيب هنلاقي بقى البوتاني ده بيبتدي يتقسم لفروع كتيرة. علم النبات ده علم كبير قوي، في كذا فرع. مثلا في فرع اسمه plant morphology، plant morphology، plant anatomy، plant taxonomy، plant ecology، physiology، cytology، كل حاجات خاصة بالنبات. ايه هو plant morphology؟ ده فرع من فروع البوتاني، من مادة النبات. كلمة morphology يعني الوصف الخارجي، الخصائص الخارجية، شكل النبات من بره. اقول له والله انا شايف ورقة، انا شايف زهرة، انا شايف جذر، انا شايف ستيم ساق، انا شايف فروت ثمره، فانا بوصف النبات، بوصف الحاجه اللي انا شايفها. يبقى كلمه مورفولوجي انا هنا باخد الاكسترنال فورمز، الاكسترنال فورمز اللي هي عباره عن الايه الاشكال او الصور الخارجيه، الشكل الخارجي. ترجم كده، الصور الخارجيه او الشكل الخارجي، باخد صوره للنبات من بره كده، اقول له هنا مثلا ليف، هنا في فلاور. ده كمان مش بقول ليف وبسكت، ده انا بوصف الورقه اللي انا شايفها، بقول لونها ايه، ريحتها ايه، ممكن ادوقها واقول طعمها ايه، حرف الورقة مستقيم ولا طالع منه زوايد ولا دوائر ولا فصوص ولا ايه بالظبط. كمان شكل الورقة، هل الورقة دي بيضاوي ولا شكلها عامل زي القلب، ولا الورقة دي شبه الرمح ولا شبه الشريط زي ورقة الذرة. بوصف كل حاجة في الليف، بمسك الفلاور اقول له ديت فلاور، واوصف كل حاجه في الزهره، بوصف الحاجه من بره. ده علم الايه البلانت مورفولوجي او الاكسترنال فورمز. تاني علم اسمه البلانت اناتومي، تشريح النبات. كلمه اناتومي يعني تشريح النبات. يعني ايه تشريح النبات؟ بكل بساطه انا هجيب مثلا الساق واعمل فيه قطاع عرضي، اقسمه كده وابص عليه تحت الميكروسكوب، اشوف التركيب الداخلي وشكل الخلايا، هو ده اللي بنقول عليه اناتومي. يبقى كلمة اناتومي يعني ايه؟ ها، علم التشريح، طبعا خاص بالنبات. بندرس فيه الايه؟ الانترنال ستراكشر، التركيب الداخلي، بنبص على الخلايا اللي موجودة جوه النبات. ده مثلا شكل القطاع العرضي بتاع الساق. معايا؟ طالما بصيت على الحاجة من جوه، على الانترنال ستراكشر، التركيب الداخلي، ده كده خاصة، حاجة خاصة بالتشريح، اللي هو البلانت اناتومي. طيب تالت علم عندنا تحت البوتاني، كل ده تحت النبات، تحت البوتاني، اسمه بلانت تاكسونومي. تاكسونومي يعني التصنيف. ترجم كده، تاكسونومي يعني تصنيف. بدأوا العلماء المهتمين بالنبات يصنفوا كل الكائنات الحية زي ما اتفقنا إلى مملكة الحيوان، مملكة حيوانية ومملكة نباتية. ومسكوا بقى المملكة النباتية فصصوها، صنفوها، عملوا كلاسيفيكيشن،
يبقى كلمة classification يعني تصنيف، هو ده علم التاكسونومي أو علم التصنيف. بدأوا يصنفوا المملكة النباتية إلى كذا مجموعة، إلى كذا عيلة، وكل عيلة جواها أكتر من فرد، أفراد كتيرة قوي. يبقى التاكسونومي هو علم التصنيف، هو العلم اللي بيهتم بالclassification of plants، تصنيف النباتات. ولما جم يصنفوا النباتات صنفوها لكذا مجموعة، كذا عيلة، وكل عيلة جواها كذا نبات، كذا فرد. فقالك عشان الدنيا ما تبص مننا، احنا هندي لكل نبات اسم علمي. معايا؟ زي ايه الاسم العلمي ده؟ مبدئيا الاسم العلمي او تسمية النبات حاجة بس للفهم، نومنكليتشر. كلمة نومنكليتشر يعني تسمية النبات. كل النباتات مين اللي ادها اسم؟ علم التاكسون، علم التصنيف. هو صنف وبدأ يسمي النباتات. قالك هنسمي النبات باسم متكون من ثلاث كلمات، زي ما انا لما باجي اسالك بقول لك اسمك ايه، بتقول لي انا اسمي كذا، بابا اسمه كذا، وجدي اسمه كذا، بتديني على الاقل اسمك ثلاثي. هنا صنفنا او قسمنا وسمينا النباتات واديناها ثلاث كلمات، ثلاث اسماء. مثلا ده الاسم العلمي بتاع نبات اسمه بلادونا بالعربي، نبات البلادونا. كويس، ده حاجه للفهم. ها، اي حاجه مش عندك في الورق مش مطلوبة منك، انا بقولها للتوضيح عشان تفهم. نبات البلادونا الاسم العلمي بتاعه أتروبا بلادونا فاميلي سولانيسي، ادي ثلاث كلمات. الأتروبا ده اللي بيمثل لي الاب، ده اللي بيمثل لي الجينس، الجنس. البلادونا ده بيمثل لي السبيشيز، النوع. ما هو الاب ده مثلا مخلف ثلاث ولاد، ثلاث اخوات، فكل اخ بيبقى ليه اسم معين، يبقى ده الاساس. الاجانب لما بيجوا يسموا بيبتدوا باسم الاب الاول، بعد كده اسم الابن، عكسنا اهو. فهم سموا النباتات برضو بنفس الوضع، ده اسم الاب بداوا بيه، اسم الجنس جينس اتروبا، والبلادونا ده الابن، ها ده السبيشيز، ده النوع او الانواع، لان في انواع كتيره. ما هو الاب ده ممكن يكون مخلف اكتر من واحد، صح؟ والفاميلي اللي هو العيله، الجد بقى الكبير، فاميلي سولانيسي، العائله الباذنجانيه. ما علينا، طبعا الاسماء دي ما اتحطتش كده يعني هباء، اكيد ليها معنى. هو قال لك النبات ده بيبقى عنده ماده فعاله اسمها الاتروبين، عشان كده سموه اتروبه. والاتروبين بيوسع حدقه، اللي بيوسع العين، فيخلي شكل البنت جميل، يقول لك البنت دي حلوه عينيها واسعه. فقال لك هنسمي النبات ده برضو بلادونا. كلمه بلادونا بالايطالي او باللاتيني معناه بيوتيفول ليدي، الست الحلوه، الست الجميله. فالنبات سموه كده علشان الماده الفعاله وعشان الخصائص بتاعته. والعيله اسمها سولانيسي. فده عباره عن ايه؟ ده الاسم العلمي بتاع النبات. طبعا كل ده انا بقوله لك عشان تفهم ان التاكسونومي او علم التصنيف عمل حاجتين، صنف النباتات صح كده، وكمان سماها. يبقى عمل كلاسيفيكيشن ونومنكليتشر. صنف النبات لايه؟ لجينس، ها كذا جنس، وكذا سبيشيز، كذا نوع، وكذا عيله. طيب نراجع كده، مورفولوجي يعني ايه؟ الوصف الخارجي، اكسترنال، اكسترنال كاركتر، اكسترنال فورم. طيب اناتومي تشريح، انترنال ستراكشر، ببصوا ايه؟ جوه الخلايا، بشوف التركيب الداخلي تحت المايكروسكوب. تاكسونومي يعني تصنيف، كلاسيفيكيشن وتسميه، جينس وسبيشيز وفاميلي. العلم اللي بعد كده اسمه الايكولوجي. الايكولوجي اكتب كده معناه علم البيئه، بلانت ايكولوجي. ده عباره عن علم البيئه. يعني ايه العلم البيئي؟ ده اللي بيدرس الريليشن، كلمه ريليشن يعني العلاقه بين الانفايرمنتال كونديشنز اللي هي الظروف البيئيه، الظروف البيئيه. زي ايه الظروف البيئيه؟ لايت، ضوء الشمس، التمبريتشر درجه الحراره، سويل التربه اللي انا هزرع فيها. كل العوامل البيئيه دي بتاثر على النبات وبتاثر على النمو بتاعه. وازاي النبات يتأقلم؟ هو النبات كده كده لازم يعمل ادابتيشن، لازم يتأقلم مع درجة الحرارة الزيادة، في الحر، في البرودة، في المطر، في فصل جفاف، مفيش مية، في وفرة من المية، لازم النبات يتأقلم مع الظروف البيئية. مين العلم اللي بيظبط وبيدرس الحاجة دي بالتفصيل؟ البلانت ايكولوجي. يبقى ده ايكولوجي يعني بيئي. بيدرس الريليشن، العلاقة بين الانفايرومنتال كونديشن، الظروف البيئيه، وبين النباتات. وازاي النباتات بتعمل ادابتيشن،
ازاي النبات بيتأقلم مع الظروف الخارجية او الظروف البيئية. طب بلانت فيسيولوجي، الفيسيولوجي ده اللي بيدرس او ده العلم اللي بيدرس العمليات الحيوية داخل الخلية النباتية. طبعا الخلية النباتية بيحصل جواها بعض العمليات الحيوية وداخل النبات بصفة عامة، يعني عملية مثلا النمو، عملية الريسبيريشن التنفس، عملية الميتابوليزم. الميتابوليزم يعني ممكن نقول عليه تمثيل غذائي، تمثيل غذائي او الايض النباتي. يعني ايه الايض النباتي او التمثيل الغذائي؟ بلاقي مثلا بيتكون جوه الخلايا النباتية اثناء البناء الضوئي جلوكوز، الجلوكوز بيتجمع مع بعضه ويعمل لي نشا ستارش. تكوين مواد داخل الخلية ده بيسموه ميتابوليزم. ده كمان ممكن المواد دي تتكسر، برضو العملية دي بيسموها ميتابوليزم. يبقى الميتابوليزم يعني في مواد جديدة بتتكون، مواد بتتكسر، هو ده عملية الميتابوليزم. الميتابوليزم والريسبيريشن التنفس والجروس نو، كل دي لايف بروسيسز. كلمة بروسيسز اللي هي جمع كلمة بروسيس، جمع عملية. كل العمليات الحيوية دي اللي بتحصل داخل النبات مين اللي بيدرسها؟ فيسيولوجي، فيسيولوجي اللي هو علم الفيسيولوجي. في بعد كده سيتولوجي، اوله سي او سيتولوجي اللي هو علم الخلية. اكتب كده سيتولوجي معناه علم الخلية، من اسمه علم الخلية، يعني ده اللي بيدرس السيل كاركترز، خصائص الخلية، بيفهمك ازاي بيحصل سيل ديفيجن، سيل ديفيجن انقسام الخلية. الخلية بتنقسم يا اما ميتوزي يا اما ميوزي، في انقسامات، في انواع من انقسامات الخلية، صح كده؟ وبيفهمك خطوات السيل ديفيجن. مين العلم اللي بيهتم بالسيل كاركتر، خصائص الخلية، والسيل ديفيجن انقسام الخلية، وازاي اثناء الانقسام الميوزي او الميتوزي الكروموسومات بتتضاعف؟ ما هو الكروموسوم او الجين بيبتدي يتضاعف جوه النواة قبل ما الخلية ما تنقسم، صح كده؟ كل ده بندرسه تحت علم اسمه السيتولوجي، علم الخلية. يبقى السيتولوجي ده اللي بيدرس السيل كاركتر، خصائص الخلية، السيل ديفيجن انقسام الخلية، والبيهيفير اوف الكروموسومز، الكروموسومز هتتحرك وهتتصرف ازاي، هتتضاعف ازاي اثناء السيل ديفيجن، اثناء انقسام الخلية. كل دي فروع علم النبات او علم البوتاني. واتفقنا كده ملخص للورقة اللي انت شايفها. الورقة زي ما اتفقنا سهلة، انت بتفهم كل تعريف كلمة معينة. البيولوجي علم الاحياء بيهتم بدراسة اي ليفنج اورجانيزم زي النباتات وزي الحيوانات وزي الكائنات الدقيقة. الزولوجي ده بتاع الحيوان الانيمالز، البوتاني بتاع النباتات، المايكروبيولوجي بتاع اللور بلانت اورجانيزمز زي الفيروس والبكتيريا والفنجاي والالجي. مين العلم، بص بقى السؤال هيجي لك في الحته دي ازاي، يقول لك مين العلم اللي بيهتم بدراسه الريليشن بتوين، العلاقه بين الانفايرمنتال كونديشن والبلانت، ازاي النبات هيعمل ادابتيشن، ادابت، هيتاقلم مع الانفايرمنتال كونديشن. هيجيب لك كل ده سؤال، مطلوب منك في المصطلح العلمي تحط كلمه، الاجابه بتاعتك كلمه، اقول له ده البلانت ايه؟ ها ايكولوجي. مين العلم اللي بيهتم بدراسه السيل كاركتر والسيل ديفيجن وازاي الكروموسومز بتتضاعف اثناء انقسامات الخليه؟ قول له ده علم الخليه، السيتولوجي، ده الاجابه بتاعتك. مين العلم اللي عمل كلاسيفيكيشن، صنف النباتات لفاميليز، عائلات، وجينس يعني اجناس، وسبيشيز يعني انواع؟ تقول له ده علم التصنيف، علم التاكسونومي، الاجابه بتاعتك كلمه تاكسونومي. فعاوز افهمك ان السؤال بيجي سهل جدا، هيجي لك سؤال واحد في كل التعريفات دي في امتحان المتر، وممكن يجي لك في اخر السنه سؤال، بس غالبا ما بتحصلش. يعني دايما بيجي السؤال في الورقه دي في امتحان المتر، اللي هو غالبا بيبقى بعد خامس محاضر او بعد سادس محاضر، هيجي لك بس تعريف واحد منهم، وانت هيجي لك التعريف كامل، وانت بس تكتب الايه، الاجابه، تكتب المصطلح العلمي ده عباره عن ايه. بعد ما شفنا التعريفات بنبتدي ندخل على عنوان جديد اسمه البلانت سيل او الخليه النباتيه. هنبتدي نتكلم على التركيب التفصيلي للخليه النباتيه، ونشوف الجدار بتاعها بيتكون ازاي، انواع جدار الخليه النباتيه. طب ايه الاجزاء اللي موجوده جوه الخليه النباتيه، هل هي اجزاء حيه ولا اجزاء ميته، وهكذا. فده العنوان بتاع البلانت سيل او الخليه النباتيه. طبعا كلنا عارفين ان البلانت سيل او الخليه النباتيه هي عباره عن البيزك يونتس، الوحدات الاساسيه جوه النبات، هي عباره عن البيزك يونتس، الوحدات الاساسيه داخل النبات. يعني ايه؟ كلنا عارفين ان مجموعه من الخلايا
بترتبط مع بعضها وتعمل لي تيشوز أنسجة، ومجموعة الأنسجة بتبتدي تعمل لي أورجان عضو أعضاء، والأعضاء هي اللي بتكون لي البلانت أو النبات. فبداية كل ده هي الخلية النباتية. يبقى الخلية النباتية هي البيزك يونتس، الوحدات الأساسية اللي بيتبني منها الأنسجة والأعضاء وكل الإيه؟ النبات. طيب البلانت سيل، الخلية النباتية بتتكون من إيه؟ ده شكل البلانت سيل. طبعا مش مطلوب منك تحفظ الصورة اللي عندك في المذكرة ولا اللي على السبورة. أنا مطلوب مني أعرف إن الخلية النباتية عبارة عن حاجتين، جدار أهو، جدار خلوي اسمه سيل وول أهو، سيل وول، وكل اللي جوه الجدار ده حاجة بنقول عليها بروتوبلاست. يبقى البلانت سيل بتتكون من حاجتين، جدار اسمه سيل وول، وكل اللي جوه السيل وول بنقول عليه بروتوبلاست. بروتوبلاست. يبقى لو قال لك في الامتحان كومبليت اكمل البلانت سيل، الخليه النباتيه بتتكون من ايه وايه، ايه الحاجتين اللي بيكونوا الخليه النباتيه، هتقول له السيل وول، الجدار الخلوي، وحاجه اسمها بروتوبلاست. ايه هو البروتوبلاست؟ كل اللي جوه السيل وول بنقول عليه بروتوبلاست. معلومه ليك اضافيه، السيل وول الجدار الخلوي موجود في خلايا النبات فقط، مش موجود في الانيمال سيل. خلايا الحيوان مفيش حاجه اسمها سيل وول، مفيش جدار خلوي، في حاجه اسمها غشاء، سيل ممبرين. يبقى السيل وول ده الجدار الخلوي اللي بيميز الخليه النباتيه، السيل وول مش هنلاقيه موجود في الخليه الحيوانيه. دي معلومه اضافيه للفهم. طيب اتفقنا كل اللي جوه السيل وول بنقول عليه بروتوبلاست. هلاقي في اجزاء من البروتوبلاست ليفنج حيه، وفي اجزاء نون ليفنج، اجزاء ميته، صح، مكونات ميته ومكونات حيه. بنبتدي بقى نقسم البروتوبلاست الى جزئين، في جزء من البروتوبلاست بنقول عليه بروتوبلازم، وكلمه بروتو يعني ليفنج، يعني الاعضاء دي حيه، الاجزاء دي حيه. وفي ميتابلازم، كلمه ميتا يعني ديد او نون ليفنج، يعني اعضاء ايه؟ ميته غير حيه. يبقى البروتوبلاست هو كل اللي جوه السيل وول، كل اللي جوه الجدار الخلوي ده عباره عن حاجه اسمها بروتوبلاست. هلاقي في اجزاء من البروتوبلاست ليفنج حيه اقول عليها بروتوبلازم، وفي اجزاء ميته اقول عليها ميتابلازم. ميتا يعني نون ليفنج، انما كلمه بروتوبلازم يعني ليفنج. طب زي ايه بقى الاجزاء الحيه اللي موجوده جوه الخليه؟ اكيد دي عباره عن اللي هي بتقوم بالعمليات بتاعه الخليه، دي اقول عليها ايه؟ مكونات او اجزاء حيه، اقول عليها بروتوبلازم. زي ايه؟ زي السيتوبلازم. السيتوبلازم السائل اللي هو باللون الاورنج اللي انت شايفه مالي كل فراغات الخليه، دي عباره عن سيتوبلازم. بنلاقي في حاجه اسمها نيوكليوس، نيوكليوس يعني نواه، طبعا النواه دي لازم تكون حيه لانها بتنقسم وفيها الكروموسوم، فيها الجين. يبقى في عندي سيتوبلازم اقول عليه ليفنج، اقول عليه بروتوبلازم. في عندي نيوكليوس نواه، في جولجي اباريتاس، جولجي اباريتاس جهاز جولجي. في عندي اندوبلازميك ريتيكولم، اندوبلازميك ريتيكولم يعني الشبكه الاندوبلازميه، اندوبلازميك ريتيكولم يعني الشبكه الاندوبلازميه. وعندي الميتوكوندريا، الميتوكوندريا بالعربي ميتوكوندريا، كل الاجزاء دي ليفنج، كلها اجزاء حيه، كلها اقول عليها ايه؟ بروتوبلازم. تاني، الخليه النباتيه بتتكون من ايه؟ سيل وول، جدار خلوي، وكل اللي جوه الجدار اسمه بروتوبلاست. بروتوبلاست، البروتوبلاست في منه ايه؟ اعضاء حيه، مكونات حيه، زي ايه؟ السيتوبلازم والنيوكليوس، جولجي اباريتاس، اندوبلازميك ريتيكولم، الميتوكوندريا، كل دي اجزاء حيه اهي حطيتهم لك تحت بعض. طبعا مش لازم تحفظ لي كل الحاجات دي، انت مطلوب منك تحفظ لي حاجتين او ثلاثه بالكتير. فاحنا خلينا في الحاجات السهله، زي ايه البروتوبلازم، زي ايه الليفنج بارتس، ايه الاجزاء او المكونات الحيه اللي موجوده داخل البروتوبلاست، هتقول له سيتوبلازم، نيوكليوس، وجولجي اباريتس. كفايه الثلاثه دول، يبقى دي الاجزاء الحيه او دي الليفنج او البروتوبلازم.
طب ايه بقى المكونات الميته اللي موجوده اللي احنا بنقول عليها ميتابلازم نون ليفنج؟ هما حاجتين: فاكيولز، فجوه عصريه، والبيجمنت والصبغات، مش اكتر من كده. يبقى حاجتين بس اللي بقول عليهم ميتابلازم او نون ليفنج اورجانيلز، عضيات غير حيه، اجزاء غير حيه، مكونات غير حيه، ميتابلازم. زي الفاكيولز، الفجوات العصريه، المفرد فاكيول، الجمع فاكيولز، وزي البيجمنت، الصبغات. يبقى الميتابلازم بيشمل حاجتين: الفاكيول، الفجوه العصريه، والايه؟ والبيجمنت، الصبغات. انما غير كده كل اللي موجود جوه الخليه اجزاء حيه، ما عدا الاثنين دول، ما عدا الفاكيول حطيت لك عليه اكس اهو كروس، والبيجمنت. الحاجتين دول بنقول عليهم نون ليفنج ميتابلازم، انما كل ده ها ليفنج، اقول عليه بروتوبلازم. معايا؟ طيب الميتابلازم ده النون ليفنج، زي الفاكيولز فجوه العصريه وزي البيجمنت. الفاكيول ادي الفجوه العصريه، بتبقى عباره عن، هي اسمها فجوه عصريه لانها مخزنه حاجه اسمها عصير خلوي. عصير خلوي، فجوه عصريه، فاكيول جواها ايه؟ سيل ساب، عصير خلوي. ايه العصير الخلوي ده؟ شويه ميه وفيها مواد ميته، ارجاستيك ماتيريال او ارجاستيك سبستانسز. كلمه ارجاستيك ترجم كده يعني ديد، اجزاء او مواد ميته. يبقى ارجاستيك ماتيريال يعني ايه؟ ديد ماتيريال، مواد ميته. زي ايه؟ زي الستاش، زي النشا، الاويل، الزيت. هو ده اللي احنا بنقول عليه السيل ساب، العصير الخلوي اللي موجود جوه الفاكيول او الفجوه العصريه. يبقى الفاكيول دي عباره عن الفجوه العصريه فيها سيل ساب، عصير خلوي. ايه هو العصير الخلوي ده؟ مليان بالارجاستيك ماتيريال، المواد الميته. ارجاستيك ماتيريال ده سؤال امتحان، يقول لك مين المكون اللي موجود داخل السيل، داخل الخليه، مليان بالارجاستيك ماتيريال، في مواد ميته، تقول له ده الفاكيول على طول، دي الفجوه العصريه. زي ايه الارجاستيك ماتيريال؟ زي الستارش، النشا، والاويل، الزيت. الفاكيول الفجوه العصريه اعتبرها سله الزباله بتاعت الخليه. معايا؟ دي عباره عن الحاجه اللي بتخزن الفضلات او المواد الميته. فلما بتلاقي الخليه اولد سيل، يعني الخليه دي كبيره، عمرها كبير، تلاقي الفجوه العصريه حجمها كبير قوي، واخده معظم الخليه. الفاكيول الفجوه تفضل تكبر 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 وتتملي بالمواد الميته لحد ما الخليه تموت في الاخر. هي دي عباره عن شكل الفاكيول. طيب بالنسبه للخليه الصغيره اليانج سيل، الخليه اللي لسه متكونه دي، لسه ما تكونش عندها فضلات، لسه ما تكونش عندها مواد ميته لانها لسه صغيره، فتلاقي الفاكيول الفجوه العصريه حجمها صغير جدا. يبقى الفاكيول بيكون حجمها صغير في اليانج سيل، في الخليه الصغيره، وحجمها كبير في الاولد سيل، في الخلايا الكبيره. الفاكيول مليانه بالارجاستيك ماتيريال او السيل ساب، العصير الخلوي او المواد الميته. طيب تاني حاجه بنقول عليها نون ليفنج او ميتابلازم، ميتابلازم او نون ليفنج، البيجمنت، الصبغات. زي ايه الصبغات اللي موجوده في خليه النبات؟ زي مثلا الكلوروفيل، كلنا عارفين الكلوروفيل او الكلوروفيل ده اللي مسؤول عن اللون الاخضر بتاع النبات، صح؟ يبقى الكلوروفيل، كلوروفيل ده البيجمنت او دي الصبغه اللي مسؤوله عن الجرين كلر، اللون الاخضر. في صبغه تانية اسمها كاروتينويد او بنختصرها الكاروتين، كاروتينويد. كاروتينويد، افتكر كلمه كاروت، حد عارف كاروت يعني ايه؟ كاروت اللي هو الجزر. الجزر لونه ايه؟ ها، اورنج او اورنج يلو. الجزر لونه اورنج اسمه كاروت، فجواه صبغه اسمها كاروتينويد. يبقى الكاروتينويد، افتكر الكاروت، الجزر اللون بتاعه ايه؟ اورنج او اورنج يلو، ده اللون البرتقاني. تمام. في صبغه ثالثه، في نوع ثالث من الصبغات اسمه انسوسيانين، انسوسيانين، وده مهم لازم يجي لك عليه نقطه في الامتحان. ايه الانسوسيانينز دي؟ صبغه غريبه قوي، ده دي ممكن تعمل لي ثلاث الوانات. ايه هما الثلاث الوانات؟ ريد احمر وبلو ازرق، الوسط بين الاحمر والازرق الفايلت البنفسجي. يبقى الانسوسيانينز دي صبغه مميزه لانها بتدي ثلاث الوانات،
مرة تخلي النبات شكله ايه او لونه احمر، مرة تخليه لونه ازرق، مرة تخليه لونه فايلت بنفسجي. طب بناء على ايه بتطلع درجات الالوانات دي؟ بناء على درجة البي اتش. درجة البي اتش، هل الوسط حامضي ولا قاعدي ولا وسط متعادل؟ لو كان مثلا حامضي تديني لون احمر، لو كان قاعدي تطلع لي ازرق، لو كان متعادل تعمل لي لون بنفسجي. يبقى الانسوسيانين اول معلومه تجيلك في الامتحان يقول لك مين هي البيجمنت اللي بتطلع لك 3 ديفرنت كلرز، بتديني او مسؤول عن 3 الوانات داخل النبات، تقول له ده الانسوسيانين، دي الاجابه بتاعتك. مين هي الصبغه اللي هي بتعتمد على درجه البي اتش؟ بي اتش ديبندنت، كلمه ديبندنت يعني بتعتمد على درجه البي اتش، تقول له الانسوسيانين. في مثال هيعدي علينا قدام الكركديه. الكركديه اللي هو عباره عن الكركديه اللي احنا عارفينه، تلاقي كركديه دي عباره عن فلاورز بيبقى لونها احمر او احمر مدي على بنفسجي غامق. لما بتجيب الكركديه وتغليه مع شويه ميه، الاول بيديك لون احمر فاقع، بعد كده بيبتدي مع الغليان يتحول لون الكركديه للبنفسجي، مع زياده الغليان يتحول اللون الازرق الغامق. ايه ده؟ هو درجة البي اتش بتاعت الكركديه بتتغير ازاي؟ ده انا جايب شوية كركديه وحاطط مية وعمال اغلي، البي اتش بتتغير ازاي؟ ما هو مع الغليان الكربون دايكسايد اللي موجود في الهواء، ثاني اكسيد الكربون، بيخش جوه المية، فبيعمل حاجة اسمها كربونيك اسيد. طالما عمل لي حمض الكربونيك أو عمل لي حمض، ها، يبقى درجة البي اتش جوه المية عمالة تتغير لأنها معرضة للهواء، فتلاقي اللون بتاع الأنسوسيانين أو لون الكركديه عمال يتغير. يبقى نلخص بقى، قلنا الخلايا النباتيه هي البيزك يونتس، دي الوحده الاساسيه للنبات، دي اللي بتكون الانسجه وبتكون الاعضاء، هي عباره عن سيل وول جدار، وكل اللي جوه السيل وول حاجه اسمها بروتوبلاست، كل ده بروتوبلاست. البروتوبلاست عباره عن اجزاء حيه زي السيتوبلازم زي النيوكلياس جولجي اباريتاس، كفايه الثلاثه دول، وفي حاجتين بس بنقول عليهم ميتابلازم او نون ليفنج، هما حاجتين، فاكيول فجوه عصريه والبيجمنت. زي ايه بقى البيجمنت؟ الصبغات، اقول له الكارتونايت مسؤول عن اللون الاورنج، افتكر الكارت او الجزر. كلوروفيل مسؤول عن اللون الاخضر. الانسوسيانين بتعتمد على درجه البي اتش وتطلع لك ثلاث الوانات. طب الفاكيول الفجوه العصريه حجمها صغير في الخلايا الصغيره، حجمها كبير في الخليه الكبيره، صح كده؟ في الاولد سيل مليانه بالسيل سائب العصير الخلوي او المواد الميته، الارجاستيك ماتيريال، مواد ميته زي الستارش وزي الاي. العنوان اللي بعد كده سيل وول فورميشن، تكوين الجدار الخلوي. ازاي الجدار الخلوي بيتكون؟ وهنعرف حالا ان الجدار الخلوي عباره عن كذا طبقه جوه بعضها. ازاي الطبقات دي بتتكون وبتتكون من ايه وبتتكون ازاي؟ ده العنوان اللي هنشرحه بالتفصيل، سيل وول فورميشن. وبعد ما نعرف الجدار الخلوي بيتكون ازاي نشوف انواعه كمان شويه. طيب مبدئيا اول خطوه بتحصل اثناء انقسام الخليه، النواه اللي جوه الخليه بتنقسم وتبقى نواتين، ادي اول خطوه بتحصل اثناء السيل ديفيجن، اثناء انقسام الخليه. يبقى بيحصل للنواه انقسام، النواه بتبقى نواتين، بتنقسم الى نواتين، بيحصل حاجه اسمها نيوكلر ديفيجن، انقسام نووي او انقسام للنواه، النواه اللي كانت جوه الخليه هتنقسم الى نواتين. طيب افتر النيوكلر ديفيجن، بعد انقسام النواه، بعد ما النواه بقت نواتين، ايه اللي بيحصل؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ بيبتدي الجولوجي اباريتاس، جهاز جولوجي، يطلع بكتين، بيكتيك سبستانسز، مواد بكتينيه. البكتين ده عباره عن سكريات او نشويات. البكتين ده عباره عن الطبقه البيضاء اللي موجوده في قشره البرتقال. البكتين نوع من انواع السكريات او النشويات، زي ما اتفقنا بنعمل بيه المربى وليه استخدامات كتيره قوي. فالبكتين ده عباره عن نوع من انواع السكريات او النشويات، مين اللي بيصنعها؟ الجولجي اباريتاس. البكتين ده بيبقى ماده سائله، ليكويد، ماده سائله. اول ما البكتين يطلع من الجولجي اباريتاس على هيئه ماده سائله، بيبتدي يتفاعل مع الكالسيوم والمغنيسيوم اللي موجود داخل الخليه. ما الخليه دي مليانه سولتس، مليانه املاح، فيها كالسيوم ومغنيسيوم. يجي الكالسيوم والمغنيسيوم يتفاعل مع البكتين ويعمل لي صفيحه، يعمل لي جدار، يعمل لي حاجه اسمها ميدل لاميلا، الصفيحه الوسطى.
وليه سميناها الصفيحة الوسطى؟ لأنها هي بتمثل الحد الفاصل بين الخلية والخلية اللي جنبها، دي اللي فصلت الخليتين، بنقول عليها الميدل لاميلا أو الصفيحة الوسطى. الميدل لاميلا عبارة عن إيه؟ طبقة من البيكتيك سبستانسز، مواد بكتينية، هي عبارة عن كالسيوم ومغنيسيوم بكتيت. كالسيوم ومغنيسيوم بكتيت هو عبارة عن بكتين. مين اللي صنع البكتين؟ مين اللي خرج البكتين؟ أو جولجي أباريتاس خرج البكتين. البكتين اتفاعل مع الكالسيوم والمغنيسيوم اللي موجود جوه الخلية وعمل لي طبقة، طبقة بنقول عليها ميدل لاميلا، طبقة مكونة من الكالسيوم والمغنيسيوم بكتين. اتفقنا ليه سميناها الميدل لاميلا الصفيحة الوسطى؟ لأنها موجودة في النص، ده بنقول عليها بين خلوية، ده الحد الفاصل بين الخلية، أو أقول عليها بين خلوية. يبقى الميدل لاميلا فورمد باي جولجي أباريتاس، مين اللي كونها؟ جولجي أباريتاس. والحتة أو العنوان ده مهم أوي، كل حاجة كل طبقة بنعرف هي عبارة عن إيه، متكونة من إيه، واتكونت إمتى وإزاي، وشكلها عامل إزاي. الميدل لاميلا الصفيحة الوسطى أقول له هي عبارة عن بيكتيك ماتيريال أو سبستانس، مواد بكتينية، عبارة عن كالسيوم ومغنيسيوم بكتين. مين اللي كون الميدل لاميلا؟ أقول له جولجي أباريتاس. طب إمتى جولجي أباريتاس طلع لي البكتين وعمل لي الميدل لاميلا؟ بعد النيوكلر ديفيجن، ركز على كل كلمة بقولها أهو، أفتر نيوكلر ديفيجن، بعد انقسام النواة، بعد ما النواة بقت اتنين يبتدي بقى جولجي أباريتاس يطلع البكتين ويعمل لي الميدل لاميلا، اللي هي عبارة عن بكتين اتفاعل مع كالسيوم ومغنيسيوم عمل لي كالسيوم ومغنيسيوم بكتين. الميدل لاميلا الصفيحة الوسطى هي الانتر سيلولار سبستانسز، هي المواد بين الخلوية، هي اللي موجودة بين الخلايا، هي اللي بتفصل الخلايا عن بعضها اهي. يبقى الميدل لاميلا بقول عليها انتر سيلولار سبستانسز، ده عبارة عن المادة البين خلوية. ده كده أول حاجة بتتكون في الجدار الخلوي، يبقى أول حاجة بتتكون في جدار الخلية هو الميدل إيه؟ لاميلا. طب الخطوة اللي بعد كده هيجي بقى السيتوبلازم يبتدي يصنع لي سيلولوز. هيجي السيلولوز، إيه السيلولوز؟ زي البكتين بنقول عليه نشويات أو سكريات. السيلولوز شبه النشا، عبارة عن جلوكوز ماسك مع بعضه، سكر، سكريات. يبقى السيتوبلازم هيبتدي يصنع سيلولوز، هيجي السيلولوز اللي شايفه بالنقط ده يعمل لي طبقه داخل الميدل لاميلا، الطبقه اللي جوه، وجوه الميدل لاميلا اهو الطبقه اللي باللون الاسود اللي احنا بنقول عليها البرايمري وول، ده الجدار الاولي اهو، ده البرايمري وول اللي هو باللون الاسود. طبعا البرايمري وول ده تكون داخل الميدل لاميلا، داخل الميدل لاميلا بيتكون لجوه، الطبقات بتبتدي تتكون لجوه. يبقى ده الميدل لاميلا، جوه الميدل لاميلا السيتوبلازم عمل لي ها البرايمري وول. ايه البرايمري وول؟ ده عباره عن سيلولوز، متكون من سيلولوز. يبقى بعد ما تكون الميدل لاميلا هيتكون جوه الميدل لاميلا ها البرايمري وول، عباره عن ايه؟ سيلولوز. طب مين اللي كون البرايمري وول؟ اقول له السيتوبلازم، هو اللي صنع السيلولوز اللي اتحد مع بعضيه وعمل لي طبقه البرايمري وول جوه الميدل لاميلا. طبعا السيلولوز ده مادة بتكون بنقول عليها نفاذية، تسمح بنفاذ أي حاجة، بيرميابل. كلمة بيرميابل يعني إيه؟ ليها نفاذية عالية، يعني بتسمح بنفاذ المواد، تلاقي المواد بتطلع بره الخلية وتخش جوه الخلية ما عندهاش مشكلة. وطبقة البرايمري وول بتكون طبقة سنة رفيعة ما هياش تخينة، وبتكون فليكسبل مرنة. يبقى البرايمري وول ده عبارة عن طبقة مكونة من السليلوز، الطبقة دي بتكون رفيعة تسمح بنفاذ المواد خارج وداخل الخلية، وفليكسبل مرنة. ليه؟ لأن الخلية هتبتدي يحصل لها انلارجمنت، الخلية بعد ما بتنقسم بتبتدي تكبر، بيبتدي البرايمري وول يكبر مع الخلية، الخلية حجمها بيزيد وطبقة البرايمري وول برضو عمالة بتزيد، لأن البرايمري وول طبيعته إيه؟ فليكسبل مرن، بيزيد مع حجم الخلية، بيرميابل، ليه نفاذية عالية، كمان طبقة رفيعة. بيتكون ازاي؟ ها البرايمري وول مين اللي كونه؟ السيتوبلازم. امتى؟ بيتكون اثناء السيل انلارجمنت، بتبتدي الخلية يحصلها انلارجمنت، تكبر اهو نمو الخلية، الخلية عمالة تكبر والبرايمري وول عمال يكبر معاها. طيب بعد ما الخلية
وصلت لأكبر مرحلة نمو، خلاص الخلية كبرت وثبتت على الحجم ده، مش هتكبر تاني. الخلية بقى عاوزة تدعم الجدار الخلوي بتاعها، عاوزة تخلي الجدار قوي. البرايمري وول ده ضعيف والسليلوز بيسمح بنفاذ أي حاجة ومرن. لازم الخلية أو الجدار الخلوي يتكون جواه طبقة قوية تدي ميكانيكال سترينث، قوة ميكانيكية تدي له إيه؟ تدعيم. الطبقة دي اسمها سكندري وول. يبقى جوه البرايمري وول هنلاقي فيه طبقة باللون البينك أو الفايلت أو الطبقة البنفسجي دي، دي طبقة السكندري وول. اتكونت فين؟ جوه البرايمري وول. يبقى الطبقات تتكون جوه بعضها. كان في ميدل لاميلا جواها تكون البرايمري وول، جوه البرايمري وول انسايد البرايمري وول داخل البرايمري وول بتكون السكندري وول. هنلاحظ ان السكندري وول سك طبقه تخينه لانه بيترسب عليه مواد كتيره قوي، فدايما بلاقي السكندري وول ده تخين، علشان كده بيدي ميكانيكال سبورت او ميكانيكال سترينث، قوه ميكانيكيه، ده اللي بيخلي جدار الخليه قوي. طبعا السكندري وول ده قوي، فبيتكون امتى؟ بيتكون بعد ما الخليه اهو تكبر، خلاص الخليه كبرت وايه ومش هتكبر تاني، توقفت عن النمو، فالخليه وصلت لاكبر مرحله نمو، عاوزه بقى تكون طبقه قويه تكون السكندري وول. انما اثناء نمو الخليه لو السكندري وول اتكون، لو الطبقه التخينه القويه دي اتكونت، الخليه مش هتعرف تكبر، خلاص انا حجزتها بالسكندري وول. يبقى السكندري وول مهم جدا تعرف اللي هو بيتكون وين سيل انلارجمنت ستوب، بعد توقف نمو الخليه، خلاص الخليه مش هتكبر تاني، يتكون الطبقه التخينه القويه اللي اسمها طبقه السكندري وول. السكندري وول اتفقنا بيتكون داخل البرايمري وول، فورمد انسايد البرايمري وول. بيدي ميكانيكال سترينس، قوه ميكانيكيه، لانه ايه؟ سكند بيبقى مغلظ، كلمه سكند يعني مغلظ تخين. ايه المواد اللي بتترسب على السكندري وول وتخليه تخين؟ ممكن تبقى سليلوز، السليلوز يفضل يتجمع فوق بعضيه يعمل لي طبقه تخين. ممكن يبقى ماده الكايتين، في ماده هنتكلم عليها لسه بالتفصيل كمان شويه اسمها الكايتين. ممكن تلاقي السكندري وول مغلظ بماده اللجنين، لجنين. ممكن تبقى ماده السيوبرين او الكيوتين. ممكن تبقى ماده الميوسيلج. يعني السكندري وول ده ممكن يبقى مغلظ بمجموعه كبيره من المواد، ممكن يبقى مغلظ بشويه سليلوز يعني حجمهم زياده عن اللزوم، شويه سليلوز بيترسب على السكندري وول، ممكن يبقى لجنين، ممكن يبقى كايتين، ممكن يبقى سيوبرين او كيوتين او ميوسيلج. ومن هنا بقى هنعرف العنوان اللي بعد كده، العنوان اللي هنشرحه بالتفصيل كمان شويه، السيل وول تايبس، انواع جدار الخليه. ايه ده؟ هو مش جدار واحد بيبقى فيه عباره عن كذا طبقه؟ طب ليه الجدار الخلوي بيبقى ليه كذا نوع او اكتر من نوع؟ على حسب نوع الماده اللي بتغلظ السكندري وول. ما ممكن الماده اللي بتغلظ السكندري وول دي تكون سليلوز، فابتدي اقول على الجدار الخلوي سليلوزك. ممكن تبقى ماده اللجنين فاقول على الجدار الخلوي لجنيفايد. ممكن تبقى ماده الكايتين فاقول عليه كايتينيوس وول، او سيوبرين اقول عليه سيوبرايزد، او ماده الميوسيلج اقول عليه ميوسيليجينوس وول. يبقى جدار الخليه بيبقى ليه اكتر من نوع، ليه انواع كتير بناء على الماده اللي هتترسب وتغلظ السكندري وول. طيب يبقى اتفقنا بعد النيوكلير ديفيجن، بعد اقسام النواه، بدا الجورجيا اباريتس يعمل لي حاجه اسمها الميدل لاميلا. بعد ما الميدل لاميلا اتكونت، اتكون عن طريق السيتوبلازم طبقه البرايمري وول اللي هي باللون الاسود. داخل البرايمري وول اتكون طبقه تخينه سميناها السكندري وول. اتفقنا البرايمري وول ده عباره عن طبقه سيلولوز رفيعه فليكسبل مرنه بيرميابل ليها نفاذيه عاليه، فبالتالي البرايمري وول بتتكون اثناء نمو الخليه اثناء السيل انلارجمنت. انما السكندري وول دي طبقه تخينه بتبقى قويه بتقاوم عملية التمدد، ما هياش مرنة، فالسكندري وول ده ما بيتكونش إلا بعد ما الخلية ها تتوقف عن النمو، الخلية خلاص مش هتكبر تاني، أو وين سيل انلارجمنت ستوب. السكندري وول اللي بيخليه تخين، اللي بيخليه مغلظ، هو سكند يعني مغلظ بمادة إيه؟ ممكن يبقى سليلوز، كمية كبيرة من السليلوز، ممكن يبقى مادة اللجنين، ممكن يبقى مادة الكايتين أو الكيوتين أو السيوبرين
او حتى الميوسلج دي كلها مواد فبتعمل لي انواع كتيره قوي من السيلولز. طيب بعض الخلايا بتعمل لي داخل السكندري وول او طبقه اخيره اسمها تيرشري وول او تيرشري يعني ده الجدار الثالث. ما هو كان فيه برايمري اولي سكندري اللي هو الثانوي وده الايه الثالث ده التيرشري وول. التيرشري وول ده بيتكون جوه خالص او ده الطبقه الاخيره او الطبقه الداخليه اللي هي هنا رسمها لك باللون الاحمر. فاحنا بنقول على التيرشري وول ده الانر موست لاير ده الصف الايه الاخير من جوه. كلمه انر موست يعني الصف الداخلي ده الصف الاخير من جوه او الصف الداخلي. يبقى التيرشري وول اهو ده اللي جوه ده الانر موست لاير. وغالبا التيرشري وول ده لما بيتكون بيكون طبقه رفيعه ومرنه وبتتكون من سليلوز يعني هو بيشبه ها البرايمري وول. يبقى التيرشري وول بيكون سليلوزك وسن سوفت يعني طري وايه بقول عليه الانر موست لاير ده الصف الاخير ده الصف الداخلي. يبقى بدايه انقسام الخليه كان النيوكلير ديفيجن انقسام النواه. الجولجا اباريتس عمل لي الميدل لاميلا. الميدل لاميلا اتفقنا هي عباره عن الانتر سيلولار سبستانس دي الماده البين خلويه وهي عباره عن بكتين او بكتيك سبستانسز مواد بكتينيه. جوه الميدل لاميلا السيتوبلازم عمل لي طبقه البرايمري وول. البرايمري وول عباره عن سليلوز والسليلوز ده طبيعته ايه فليكسيبل مرن وايه وبيرميابل وبيتكون البرايمري وول اثناء السيل انلارجمنت اثناء نمو الخليه لانه مرن ممكن يكبر معاها. بعد ما الخليه ما كبرت خلاص توقفت عن الايه النمو محتاجه تدعم نفسها بطبقه قويه طبقه السكندري وول اللي هي عباره عن طبقه تخينه ممكن تبقى سكند مغلظه بماده السليلوز او ماده اللجنين او الكيوتين او الكايتين. الكيوتين والكايتين مادتين مختلفين عن بعض هنشوفهم كمان شويه او الميوسلج وهكذا. التيرشري وول بيتكون في بعض انواع الخلايا. بعض انواع الخلايا بتعمل لي طبقه داخليه اسمها التيرشري وول ده شبه البرايمري وول طبقه رفيعه متكونه من السليلوز. ده كده السيل وول فورميشن.